تواجدوا بدوار أود الدي التابع لجماعة أم لاكو، فجمعية الكرامة كعادتها في برنامجها في إغاثة يعني أسر متضررة من الفيضانات تنظم برنامج إغاثة هذه الأسر. فهذه المساعدة وهذا البرنامج اللي كتنفذوا اليوم جمعية الكرامة بتاريخ 27 جويلية 2014، فهو مدعوم من جمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي بالقنيطرة وبدعم من جمعيات الإصلاح الاجتماعي بالكويت. استفادت من هذه العملية ديال المساعدة للأسر المتضررة 100 أسرة يعني موزعة على 5 دواوير، يعني أهمها دوار ودادي ودوار إدمومة. المساعدة فيها يعني مواد غذائية، فيها الحفة وفيها أغطية شتوية. إذا نتشير الجمعيات هذا نسر ربي سيدنا، نتشير الممثلين اللي غيقدمون بعدا سي الجمعيات. إوا دغيا كوني نتشار الجمعية، نتشار سيدنا تنصر مولانا، نتشار الممثلين المساكنين هي لاش سكان وسلامين، إدمومة المساكنين هي دا نتكرفا سي بردان، دغيا الله يجازيكم بخير، دا نتشار الجمعية، نتشار سيدنا تنصر مولانا. باسم سكان وجدي قصر وجدي كنشكرو جمعيات الكرامه على المساعدات اللي قدموا لينا، وكنعاود نشكرهم بزاف على هذا المجهود اللي داروا، حيت نقصوا علينا بعدا واحد شويه واخا غير الدعم المعنوي، راه حنا زعما كنحسوا بان واحد الجهه بعدا اعتنت بهذا السكان. نود ان نشكر جزيل الشكر كل من ساهم ومن سيساهم، ويعني من جمعيات ومن اطور ومن يعني من هيئات ومن سلطات محليه على ان تعيد الاعتبار لهذا البلد وعلى ان تكون يد العون للمنطقه كلها باسره. هذا نفرحت ويا هذا نفرحت ويا هذا نتشكر الممثلين الجمعيين عطني نصر مولانا نصر سيدنا هذا ولاتني غير عمور. كان سيني شاف نقرا خت حانوت اللي غيوضبوه يوف اللي كنكرفت بزاف
ولو ما إذا غادي نطاوض ولو ما ننطاوض نتمر داري عبر نور تغي هادي يوني ربي البرشا غادي نصر ربي سيدنا هادا نتشكار الجمعية كرامة هاد نومز الخير نربي الله يجعل البركة غادي نصر ربي سيدنا يا ربي البرشا يخدم ننس أنت نصر سيدنا محمد نصر السادس نصر سيدنا الجمعية وين غدا تاي وين غدا سكر وين غدا وين غدا شامبان وين غدا وين دلكواش وين دي قرتال نشكر سيدنا جمعة الكرامة